خطاب صاحب الجلالة نصره الله حتى فيه، وكان درسا كبيرا في حسن الجوار بين المغرب والجارة الجزائر. وهذا حسن الجوار هذا سيجعل من منطقة المغرب العربي منطقة مزدهرة من خلال الأوراش الكبرى التي تزخر بها المنطقة. الخطاب جاء فيه كذلك عن إمكانية الجزائر في حل هذا النزاع المفتعل، لأنها تعتبر هي الطرف الحقيقي في النزاع، وحثها على الجلوس على طاولة المفاوضات، وذكرها بالروابط التاريخية وحسن الجوار والعلاقات، وكذلك حتى ما عاشته الجزائر والمغرب اللذان اختلط دماؤهما لنيل الاستقلال. كذلك تكلم جلالة الملك عن الأوراش الكبرى في الصحراء المغربية، وأن الصحراء هي جسر أو جسر بين المغرب وبين عمقه الإفريقي الكبير. ومن خلال من هذا المنبر سنبقى نحن أبناء الأقاليم الجنوبية أوفياء لقسم المسيرة الخضراء، مدافعين عن وحدة وطننا من البوغاز إلى الصحراء. الخطاب الملكي ديال اليوم كان كيتكلم على موضوع اللي كان شائك هذه السنين، هو الفتح ديال الحدود ما بين الشعبين الجزائري والمغربي، وهذه فرصة اللي تمت تجديد ديال المطالبات ديال فتح الحدود، وكنظن انه حان الوقت فاش المسؤولين اللي كيحرصوا على الشأن العام في الجزائر انهم تهما يبادروا بالاستجابه لهذا الطلب هذا، ويعاودوا يفتحوا الحدود، لانه هنا كاين ارتباط قوي ما بين الشعبين الجزائري والمغربي واللي كيتعدى هذه الحدود هذه. وكانت هذه مناسبه ديال الكلام على الاقاليم الجنوبيه وعلى هذه الجهويه المتقدمه، وهذه فرصة فين خص يتعاد النظر عاوتاني في المنتخبين اللي خصهم يكون واحد الجيل الجديد اللي يدبر الشأن المحلي ديال هذه الجهة هذه.